السلام عليكم إخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة فلاح الصغير. معكم أخوكم أحمد صوفا. نتواجدوا في منطقة الغرب، إقليم القنيطرة، المغرب. كنحضروا مع واحد الصديق اللي كيقوم بعملية تطعيم الأفوكادو. كتشوفوا أمامكم هذه الأشجار، هي أشجار نسميها حارة لأنها مزروعة من النواة أو من العظم أو من روت ستوك، ما يسمى بروت ستوك بالإنجليزية أو لبورت غريف بالفرنسية. الطريقة ديال التطعيم غادي نشوفوها مع صديق منصور. كتلاحظوا أكياس بلاستيكية هذه للوقاية، هذا الشيء اللي غادي يقدر يأكد لنا الصديق. ونتكلموا على موضوع لبورت غريف أو لروت ستوكس اللي مناسبين في المغرب بالنتيجة الملموسة ديال ضيعات اللي قمنا بزراعتها كفريق عمل فلاح صغير هذه السنين، وحتى اللي قاموا بزراعتها الأصدقاء ديالنا اللي كيخدموا في المهنة وحريفية وكيلقموا تيزرعوا ويوجدوا إلى آخره. وعندنا الحالة ديال السي منصور، غادي نسولوه بعض الأسئلة اللي غيجاوبنا عليهم باعتباره صاحب مشتل وأحد الأصدقاء اللي تيشتغل معنا في شبكة ديال الفلاح الصغير. سولوه بعض الأسئلة حول بورت غريف، حول العظم وحول التلقيم إلى آخره. سي منصور، الله يجيب التيسير والله يعاونك. شرف لينا خويا نصوروا معك هذا المقطع، لأن الهدف دائما تينطلق من اسم ديال القناة اللي هي قناة الفلاح الصغير. هذا ما تيعنيش أننا ما غنتعاونوش وما غنخدموش مع الفلاح الكبار، غنخدمو حتى مع الفلاح الكبار، ولكن عندنا واحد الهم، بغينا نبينوا الفلاح الصغير ونبينوا المنتوج ديالو، نسلطوا عليه الاضواء على اعتبار انه ما مسلطاش عليه الاضواء. كيف ما تنقول انا دائما في كمبدا، تنقول بان الفلاح الصغير هو ذاك الذي يحمل العالم فوق او على اكتافه. لماذا؟ لان الفلاح الصغير هو منتج حقيقي ويساهم في الأمن الغذائي بشكل كبير. سي منصور، غادي نسولوك السؤال الأول على العظم اللي كتزرع، شمن نوع ديال العظم اللي كتزرع به بناء على النتيجة؟ العظم خايس نديرو العظم الزيطانو والباكو والفويرتي. الزيطانو والفويرتي والبيكن، تقولها البيكن باكون، فلاحة كي كيسميها الباكون، كي كيسميها الباكون، كي كيسميها البيكن. يا بيكن. وبالنسبه للبورت غريف تدير عليهم اللي بغيتي، اللي الغريفون، تتقصد الغريفون. غريفون تدير الهاس ولا تدير داكشي اللي باغي انت. والمده ديال التطعيم تتكون مثلا باديه من شهر 7 حتى شهر 11. هذه الفتره اللي نقدروا نطعموا فيها لافوكا، نقدروا نطعموا فيها. بحال هذا العام هذا جا شويه مؤخر العود، البورت غريف جا معطل، كان الحطان شويه بزاف. بمعنى كاين شونجمون، كاين تغيير في المناخ هو اللي اثر على البورت غريف. ومن بعد فاش نطعموها تتبقى واحد المده ديال ما بين 5 شهور حتى 8 شهور، تنزيدوها حنا واحد شهرين ولا باش تكون مزيانه، تتقاوم الريح، تتقاوم شويه. تنزيدوها شهرين. دابا مثلا نطعموا دابا غدوز واحد 3 شهور غادي تكون عندنا شجره ناضجه او واجده للزراعه. واجده للزراعه. اها. حنا تنزيدها شويه باش كيف ما تنقولوا تتكرم، تتوقف، يعني باش تخرجها تقاوم لك مثلا الشمس، تقاوم لك البرد، تكون مزيانه. اها. ومن طوت تخرج صافي، تكون الكرمه جاهزه. الشجرة تتكون جاهزة، تكون جاهزة. شنو رأيك في كحريفي كمياني، يعني شنو رأيك في الناس اللي تيقولوا أنه ضروري خصنا نجيبوا الأنوية ولا نجيبوا الروت ستوكس ولا هذاك الطعم ولا الحامل الطعم ولا البورت غريف العظم، ضروري نجيبوا من مكسيك ولا نجيبوا من شي بلاصة أخرى اللي كيزرعوا لافوكا باش الشجرة تقاوم؟ شنو رأيك في هذا الشيء أنت كفلاح وكممارس وكواحد اللي كيعتمد على العضومة ديال لافوكا الرطبة، ديال الفروي أو الفاكهة الرطبة هي اللي تتخرجوا منها العظم، شنو رأيك في هاد الهضرة؟ واش صحيحة منطقية ولا لا؟ لا، هضرة ماشي منطقية أخي أحمد. إنما بالنسبة للعظم راه بحال تجيبو من المكسيك ولا تجيبو من أي دولة، فهمتي؟ الحمد لله المغرب فيه حتى هو العظام، هذاك الشيء اللي تيغرسوه هما ديال العظم عندنا حنا موجود، فهمتي؟
عندنا زيطان وعندنا الطيط وعندنا الفيتي من هاد الحوايج هذا راه مزيان حتى حنا عندنا وفيهم النتيجه يعني وعندنا تجربه عليهم ماشي مثلا اول عام ولا خلف اقدام عندنا تجربه عليهم الحمد لله مزيانين المشكل اللي كاين هو مثلا العظم ديال الهاس الا غرستيه راه ما خدامش هذه معروفه في اي بلاصه يعني ما يعطيكش النتيجه تيجيب لك مثلا الشجره تيجيبها مزيانه تيجيب لك الحار مزيان لما بالنسبه باش تلقمه ولا شي حاجه ما تيجيش تيجيب لك الموت وفاش تخرجوا الفلاح ما تعطيش الغله واخا بالنسبه شكرا بالنسبه للمقارنه دابا حنا انت قارنتي ما بين الناس اللي تيقولوا داروا العظم مثلا كريولا ولا داروا ووتر هو ولا طوبا طوبا ولا داروا مكسيكولا نتيجة ما بين ديال المقارنة ما بين العظم ديالنا والعظم ديالهم كيفاش بانت لك انت النتيجة بزعما بهضر معايا بصدق ما الا كانت شي ديفو قولوا كانت هذا على حساب التجربة ديالك على حساب التجربة ديالي حنا جربنا فهمتي وداو عندنا فلاحة وعيناهم مشينا لعين المكان ما كاينش فهمتي بالنسبة لهذا العظم ديالنا حنا ما شاء الله فهمتي اللهم بارك زعما في السلعة اللهم بارك زعما واللي حتى اللي بغى يشوف مثلا السلعة ديال ويتأكد اللي بالنسبة للفلاح كبير ولا بالنسبة للفلاح صغير نديو حتى السلعة ويشوف السلعة ويشوف كيفاش السلعة تبارك الله اللهم بارك كاين خير مولانا صراحة تبارك الله شكرا اخويا منصور العفو شكرا لك مرة أخرى نتمنى لك التوفيق حنا نتعاونوا معك ان شاء الله فيما يخص البروغرام ديال الماكله سواء ديال الشتلات هنايا داخل البيبينير سواء برا من بعد الزريع الا احتاجيتي شي استشاره حنا معك انت جزء من الشبكه الله يكبر بك خير الله يجيب لكم تيسير اخواني اخواتي الى اللقاء